الأماني العظيمة لا يحققها إلا رجال أقوياء، لا بقايا من بشر ضعفاء، رجال أقسموا أن يبلغوا المجد وإن أرهقهم طول الطريق ومشقة مساره، رجال يكون الموت دفاعا عن تراب أرضهم المقدسة أو في سبيل رسالتهم هو أعظم الغايات وأسمى الأمنيات، رجال أقسموا إما فوق الأرض شرفاء أو إما تحت الأرض شهداء، ليكتب التاريخ في كل يوم سطرا جديدا ما بين رجال ضحوا بحياتهم لم يرهبهم الموت وولع فراق الأحبة، وآخرين منهم يواصلون مسيرة التضحية فإلى المجد كانوا، حتى إلى النجاح والتقدم نعبر، ولنلتقي بعد عبور السنوات معا في بحور الحياة ليحدث كل منا الآخر عن قصص بطولاتهم، لتبقى مصر دوما هي القصة التي تضمنا جميعا. لنقل شكرا لكل شهيد صاحب رسالة كتب بدمائه الزكية وروحه الطاهرة سطرا في قصة نجاح هذا الوطن العظيم. نعلم ونؤمن أنه في حكم التاريخ تمر أوقات على الأمم تكون في أشد لحظات ضعفها ووهنها. لا لا لا, لا أنا بسألك سؤال. أنا هقول لحضرتك. بقول لحضرتك عسكري واقف على اسم أو مركز الشرطة. مهمته الدفاع عنه. معلش أنا مصمم برضو مش عارف أجاوب على السؤال. عسكري واقف على اسم شرطة بيدافع عنه وفي بلطجية هجم الاسم عشان يسرقوا السلاح وقتل، شهيد ده ولا مش شهيد؟ وهنا المفترق يا سادة بين شعوب تزول وشعوب تجاهد للبقاء لتنتصر فتنتصر. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فالحد الفاصل بين لحظات ضعف الأمم وقوتها هو وجود هؤلاء الرجال الأقوياء أصحاب الرسالات بعزيمة الأبطال الذين لا ترهبهم القوة أو تحبط عزائمهم وتسوقهم للزوال. وهنا يكمن الفارق على وجه التحديد. فإذا خلت الأمم من أصحاب الرسالات وأمثالهم صارت إلى الماضي، وكتب التاريخ كان يحيا هنا يوما شعب. أما حين يتواجد أصحاب الرسالات في أي أرض تكون النجاة للشعب كله، بل قل للأمم إن تماثلت شعوبها. ويبقى التساؤل الذي يطرحه العالم من حولنا، كيف لوطنكم أن ينتج مثل هؤلاء الأقوياء؟ هل قادرة مصانعكم على إنتاجهم أو حتى إنتاج أجزاء منهم قابلة للتجميع؟ الإجابة النافية تسبق سؤال الاستفهام. فلا مجال لإنتاجهم إلا من تراب هذه الأرض وطينها، جوعها وشبعها، فرحها وحزنها، متناقضاتها، قادرة على إنتاجهم، لأن عشق الأوطان هو الرحم الذي يولد منه أمثالهم. شعب مصر العظيم، فلتحافظوا على أمانة وصلت إليكم محمولة على أرواح أصحاب الرسالات العظيمة من الجيش والشرطة، دفاعا عن أرض وأمن الوطن، وفداء شعبه بأرواحهم ودمائهم الزكية. ومن قضاة عظام امتدت إليهم يد الإرهاب الغاشم، ومن محامين قضوا نحبهم في ساحات العدالة وهم يؤدون واجبهم المقدس في الدفاع عن الحق.
وأطباء كانوا في الصف الأول في حماية شعب من وباء جائح وجانح، وإعلاميين ومفكرين استشهدوا في سبيل الكلمة والحقيقة، وغيرهم من أبناء هذا الشعب الطيب. شعب مصر العظيم، فلتعين الرجل الصالح بقوة، فما يريد لكم إلا الإصلاح الحقيقي والدائم، وليس المؤقت المرتبط بالزمان والظروف الراهنة، حتى نحيا إلى ما شاء الله آمنين مطمئنين، ويحفظ قبور الشهداء أن تدنسها أقدام الأعداء، فيكتب لمصر النجاة، ويكتب له ولكم الخلود. أعينوا الرجل الصالح بقوة، فصناعة المستقبل أعظم من التغني بأمجاد الماضي، فما يريد لكم إلا مستقبلا يعلم كيف يقيم عمادته ويشد وثاقه على أسس تبني لكم مصر الجديدة. ولسوف يجيء يوم نراه قريبا، نقص لأبنائنا كيف عبرت مصر من بحر علت أمواجه، وكيف كان القائد الربان حكيما، وكيف كانت الشهادة في سبيل الله والوطن هدفا كتب لمن بكى لله راجيا إياها من أصحاب الرسالات. وستبقى مصر خالدة آمنة مطمئنة، ما بقيت ترفرف حولها أرواح أبطالها، ومن خلفهم سنردد تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.